جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، كيف تمسح المرأة رأسها عند الوضوء؟ هل تمسح كما يمسح الرجل ام توجهونها الى شيء اخر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تمسح كما يمسح الرجل، وكما جاء في السنة من أن المسلم إذا أراد أن يمسح رأسه في الوضوء يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس للرجل وللمرأة.